لعنتي يم العيون السود منك روبي وانتي عليك خدود وردات في بساتين يم العيون السود منك روبي وانتي عليك خدود وردات في بساتين وانتاش عني الطلي الصبر راجو كمل وانتاش عني الطلي الصبر راجو كمل زيتك علي ينزل والقلب يسمع الشطري سيبك علي ينزل والقلب يسمع الشطري عدنين الشواشي يم العيون السوتة وستة وستة شنة دقيقة على الفاك دو بنار اليوم في مل جهيت باش نعملو طلع على تبرقة تبرقة الجبل والبحر تبرقة اللي كان اسمها ثبخكا والاسم هذية أمازيغي تبدل من بعد وليت اسمها تبرقة اليوم في مل جهيت الأكلة متاعنا تجينا من تبرقة ملهيت نتعرفوا عليها توت سويت مل جهيت من جهة شيف شنو عجبنا من تبرقة اليوم؟ جبنا شتيت بتبيعتها توقت عنده مهرجان تل المرجان هم ناي معروفين بي يعملوا شتيت حق شتيت حق هذي أكلة قديمة برشا في بنزرت وهو في سمحني في تبرقة ويظهر لي تراث مشترك ما بين تبرقة وما بين تزير زيدا لأنه كعملنا هكا طلع تزير زيدا طوروها زيدوها العوينة والزيتون والتشتيت حد زيرك فلا هو الحدود راي حدود وهمية فما برشا حاجات قريبة ما بيننا وما بين تزير كما شتيتها هذي الأكلة اللي موجودة في تبرقة شما حكيتها شتيتها شف شتيتها طو في الصيف كي يبدأ مهرجان المرجان نتاعهم اللي يلموا فيه المرجان يخرج عندهم الحوت الكبير هم هكا سان بيير واللوت يعملوا به مرقة حوت اللي هي صوص طماطم تكون من طماطم بصل شوية طماطم فريش بيعملوش طماطم معجون وبصل وخلوها تبرق بالكدا وبعدين يرمي فيها الحوت بصل ومعدوش من فوق وياكلوها البحارة هذيك سموها شتيتحة علاش زعما سميوها شتيتحة؟ هذه غدو جاوب خالي يزمنا نشيل تبرقة ونسألوا علاش الميكلة هذي غدو عند صاحبي فرق بيه نسألوه نحاولوا نعرفوا لأنه الاسم بيزاخ شوية هكي شتيتحة من تبرقة اللي فاتت حاجة يعاود يلقاها على الباج اوفيسيال راديو مات تونيزي انت جربتها شايف شتيتحة جربت عم جربناها باللحم نحن هنا جربوا فيها اي فما فرق متصور ما بين اللحم وحوت لأنه أصل الأكلة بالحوت بين اللحم وحوت والدجاج كل واحد يسميها كما يحبوا اما هي الباز المعروفة فيه الدجاج الحوت وعلى باب الوقت هذا وقت المرجان وفي دزاير كيفاش يعملوها؟ شتيتحة في دزاير يزيدوها العوينة يزيدوها الزيتون وبطاطا تولي حلوة شوية يعني. تولي كي حلوة شوية يسموها شتيتحة معروف عنده حتى في الريستورانات يبيعوا فيها بزايد يظهر لي من الحاجات المهمة برقة ما تلقاهاش في الريستورانات تلقاها كان في الديار القدم الزمنية معناها دونك أكلة مش مطلوبة في لي ريستورون ولا في لا مش مطلوبة مي عندها ناس يقول لك ما نعملوا حاجة كان كيبدو ناس يخدموها صحيح فوالا الناس الكبار يظهر لي الزمنيين في تبرقة هما يعملوا الماكلة هذيا وما يكلوش بالخبز العادي كامل خبز ملاوي نتاعها زادة يعملوا خبز ملاوي سينو ما تمشيش يقول لك مش شتيتحة لازم كيما تبدا كيما تبدا الاصلي الطقوس نتاعها هذه هي الشتيتحة اللي تلقاوها على الباج اوفيسيال خدمة مات تونيزي اللي فاتت ويعاود يرجع يتفرج ويشوف زيدا تصويرة البلا اللي حكينا عليه واللي جبناه من جهة من جهة التونسية انتم زيدا لو كان مازلنا ما جيناكمش باش نطلع عليكم في جهة تونس الكل